السلام عليكم. يقول كاتب عربي: مفارقة صارخة أن كثيرا من الكتاب العرب والمفكرين ما زالوا يعتمدون على المصادر الغربية في الرجوع إلى التراث العربي والإسلامي من غير بذل الجهد الكافي في تحقيق أصول المعرفة العربية المتروكة بين أيدي الباحثين الغربيين. الفكر العربي المعاصر والاستشراق هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. إذن ضمن سلسلة حلقات عن الفكر العربي المعاصر، دأبت قناة الرافدين عبر برنامج حديث العرب على طرقها وبحثها. تأتيكم حلقة اليوم مجيلة النظر في واحد من أهم المواضيع المتصلة بسيرورة الفكر العربي بصيغته المعاصرة، وهي علاقته بالاستشراق. ثمة من يرى أن عددا من كبار الكتاب والمفكرين العرب لم يكن إنتاجهم الفكري إلا مادة نظرية مخلقة في رحم الأفكار الغربية. هذا الموضوع سيكون على طاولة حديثنا العربي اليوم مع ثلة من الضيوف المتخصصين في هذا الجانب. أبدأ من الاستوديو الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، وأثني من الدار البيضاء عبر سكايب الدكتور رضوان رشدي، الأستاذ أو أستاذ باحث في الجماليات والتصورات الفلسفية، وأثلث بالخرطوم الذي سيشاركنا عبر سكايب أيضا الأستاذ غسان علي عثمان، الكاتب والباحث. نبدأ الحديث بعد متابعة التقرير التالي. ظل الاستشراق في شكله القديم والجديد مثار جدل كبير بين الباحثين والدارسين والمهتمين به، فهناك من يؤيده ويتحمس له من علماء العرب، وهناك من يرفضه ويرد كل مشتغل به بوصفه عدوا لدودا للمسلمين وللعرب. إلا أنه وجب ألا يغيب عنا أن هناك من المستشرقين من التزم بالموضوعية، فليس الاستشراق كله سيئاً وليس كله حسناً. وأبدى النهضويون العرب تحفظهم على إمكانية دخول العصر الحديث وتبني مفاهيمه ومعطياته الحديثة بوساطة لغة مختلفة وأيديولوجيا غربية، فقسموا خطابهم إلى ثلاثة مواقف من التمثل: الموقف الموافق لقيم الغرب، والموقف الموائم بين قيم الغرب وقيم التراث العربي، والموقف المتعارض مع قيم الغرب. فراح الموقف الليبرالي يعمل على تمثل القيم الوافدة بنحو الإيجاب، ولم يستطع أصحابه تبديد غربة المفاهيم الوافدة وتفعيلها على نحو يحول دون تأكيدها على خصوصيتها الغربية. بحسب الكاتب محمد عطوان، صور الآخر في الفكر السياسي العربي المعاصر. الموقف الثاني هو التوفيقي ما بين القيم العربية الإسلامية والغربية ومقاربتها سبيلاً لإنضاجها وقبولها في البيئة المحلية وتوفير شروط التوازن بين العرب والغرب، في حين كان الموقف السلفي واضحاً وهو الرفض المطلق للمفاهيم الغربية واهتمامه بالعودة إلى التراث لاستعادة الهوية. وقد أسهم هذا الموقف في توليد غربة ذاتية مضاعفة هي غربة الفكر العربي المعاصر مع تراثه. لقد صاغ الفكر الاستشراقي مفاهيمه الفلسفية والسياسية في سياق فكري يناسب مستوى ما توصلت إليه حضارته الغربية من العلم والمعرفة، ووظف محمولاتها فيما بعد بوساطة الاستعمار لمصلحة سياسات احتلالية بملامح تمدينية. ومهما يكن من تلك المواقف، فإن من المهم القول إن العقل السياسي العربي خضع لاشتراطات المستعمرين عبر تمثله لمقولات الاستشراق والعلمانية والأيديولوجيا والاستعمار، حتى تغيرت كثير من المناهج العلمية والفكرية لدى العرب،
لتصبح نسخة مقلدة من الغرب، ولا بد من الإشارة إلى مراكز ومعاهد البحث في الغرب التي تمثل الموجة الاستشراقية الجديدة، والتي أصبحت دراسات العالم الإسلامي جزءاً رئيساً من اهتماماتها وبحوثها والمنافسة فيما بينها، كما إن هناك علاقة حميمة بين هذه المراكز وبين صناع القرار والسياسيين، خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، فإن المستشرق المعاصر برنارد لويس حث أمريكا على استخدام القوة في تغيير الشرق الأوسط وبارك احتلال العراق. دعوني أرحب من خلالكم بضيوفي الكرام، وحسن الجوار يقتضي أبداً أن أبدأ بمن هو أقرب مني جغرافياً، مع الأستاذ محمد إلهامي. أهلاً وسهلاً بك مرة أخرى والضيوف الكرام جميعاً. نحن بحاجة إلى سؤال التاريخ في هذه الحلقة، وهذا يقودني إلى سؤالك عن النقطة الزمانية التي يمكن القول إنه فيها أو معها بدأ تبلور أو نضوج ما يمكن أن يسمى فكر عربي معاصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في رأيي أنه لا يوجد حتى الآن ما يمكن أن يسمى فكر عربي معاصر، لأنه الحديث عن فكر عربي معاصر يقتضي نوعا من التمييز بينه وبين فكر غير عربي معاصر، يعني نقول مثلا فكر إسلامي أو نقول فكر غربي، كذلك يقتضي أن احنا نحدد لحظة هذه المعاصرة، لحظة المعاصرة لكي نصل إلى مسألة البداية والنضوج. وكل هذه العناصر فيها إشكال كثير ولا يكاد يتفق عليه، بل إنه ما نزال إلى هذه اللحظة الدول العربية التي احتلها الإنجليز يسود فيها توجهات غير الدول العربية التي احتلها مثلا الفرنسيين. أستاذ محمد، أنا أدخر لك هذا السؤال حقيقة حتى أنا لا تقفز علي ولا تحرق علي سؤالي، هذا آخر سؤال في هذا المحور سيكون لك بالتحديد، لكن قبل أن نأتي إلى هذا التشعب وهذا التنوع، حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول أو أنا لا أتبين أن هناك شيئا يسمى الفكر العربي المعاصر. إذا كنا نتحدث عن مسار فكري في داخل بلادنا الإسلامية تعرض لانكسارات أو إلى انحرافات أو إلى لحظات مفصلية، فاللحظة الواضحة هي لحظة الغزو الأوروبي لهذا العالم. يعني كثيرون ممن يحبون أن يؤرخوا لهذه الفترة، يعني مثلا ألبرت حوراني حين كتب الفكر العربي في عصر النهضة بدأ باللحظة التي حصل فيها الاحتكاك الغربي الإسلامي. هذا الاحتكاك الغربي نستطيع أن نقول إنه بدأ بالحملة الفرنسية سنة 1798، أو يمكن أن نمد جذورها إلى لحظات التأثير الغربي في الدولة العثمانية التي أنشأت الأفكار القومية والأفكار العسكرية، وهذا يمتد إلى ما قبل هذه اللحظة. لكن على كل حال نستطيع أن نقول إذا أردنا أن نختار لحظة معينة فهي الحملة الفرنسية التي وجد فيها المسلمون أنفسهم أمام تيار فكري جديد، أمام أفكار جديدة. وبالتالي حين ذهبت الحملة الفرنسية وجاء عندنا في مصر مثلا عهد محمد علي، فأرسل بعثات علمية لكي تتعلم من أوروبا، واستقدم خبراء أوروبيين لكي ينشئوا مدارس في عالمنا. هنا أو الإنتاج الأول الذي يمكن أن يرصد هو إنتاج رفاعة الطهطاوي. ورفاعة الطهطاوي أنا ممن يميل إلى أنه كان إسلاميا وأنه لم يكن منبهرا بالغرب ولا منسحقا أمام الغرب، وإنما هو حاول أن يستفيد من الاختلاف الذي وجده بالقدر الذي تسمح له به دولة محمد علي المستبدة. لكنه كان كثير التغزل في باريس، حتى لدرجة أن وصفت بعض معاصريه وصفوه بأنه مفتون إسلامي مفتون بباريس. لا، أنا أرى هذا من الظلم الشديد لرفاعة الطهطاوي، وأرى أنه حاول، يعني كان واضحا في كتابه تخليص الإبريز، أن يثبت أن الإسلام متفوق حتى على ما عند الفرنسيين، وأنه ما حققه الفرنسيون من نجاح إنما فعلوا قيما لم نفعلها نحن كمسلمين. وكثيرا ما كان يقارن بين ما عندهم وما عندنا. لكن نستطيع القول أن الفكرة التي بدأت تظهر، وهذه ربما التي تكون جديدة في إنتاج رفاعة الطهطاوي، هو الحديث عن القوميات، ليس حديثا منفصلا باعتبار أنه مصر مثلا كيان متميز عن العالم الإسلامي، ولكن حديث عن مصر باعتبار أنها دار موغلة في القدم، وأن كل من حكمها استطاعوا أن ينهضوا بها إذا أحسنوا اقتصادهم.
فهو كان حديثا لا تستطيع أن تقول أنه انفصل بمصر عن سياقها الإسلامي لكي يشكل جوهرها القومي. هذا التشكيل هو تفسير آخرين أرادوا أن يحشروا رفاعة الطهطاوي، ينزعوه من سياقه الإسلامي ويجعلوه كأنه أول البذرة العلمانية في السياق العربي المعاصر. رفاعة الطهطاوي جاء بحديث النهضة أو بحديث العودة إلى 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 الإشعاع الحضاري الإسلامي بعد احتكاكه بالغربيين في فرنسا، وهذا يحملني لأن أذهب إلى الدار البيضاء لأرحب بالدكتور رضوان مرة أخرى وأسأله، هل يمكن القول إن الإنتاج المعرفي العربي المعاصر جاء وفق سياق أو تطور المجتمعات العربية تطورا طبيعيا، أم أنه يعني اضطرب في ذلك؟ سمعتني دكتور رضوان؟ أي نعم. سمعت السؤال؟ لا لم أسمع السؤال. طيب أعيد السؤال عليك. كان ضيفنا الأستاذ محمد إلهامي يتحدث عن رفاعة الطهطاوي كأحد أبرز المفكرين العرب المعاصرين الذين دعوا إلى العودة إلى الذات، وأنه لم يكن متأثرا بالفرنسيين بخلاف ما يشاع عنه. أنا هنا أسألك، هل يمكن القول أن الإنتاج المعرفي العربي المعاصر جاء وفق تطور طبيعيا في المجتمعات العربية، أم أنه جاء مضطربا؟ بالنسبة للفكر العربي عموما، المراحل الزمنية كانت تختلف. أن مراحل الكمون التي كانت في القرن السادس عشر لم تصبح كما هي في 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 في, في القرن الموالي ذلك، ولا سيما حينما تم التجزيء وحينما تعرضت الأمة العربية ككل للاستعمار. لاحظ العقل العربي ها هنا أن النموذج الغربي قد فرض ذاته علينا كنموذج حضاري للعالم، وهذا النموذج يقوم على جملة من المقومات التي لم تكن أصلا موجودة في النماذج الحضارية السابقة. هناك تنظيم عقلاني لشؤون الاقتصاد وأجهزة الدولة، واعتماد على العلم والصناعة، وتبشير بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. هذا النموذج الغربي حينما فرض ذاته علينا وبوسائله أصلا من تبادل تجاري غير متكافئ إلى تدخل في الشؤون المحلية إلى حكم مباشر إلى الهيمنة الاقتصادية والسيطرة الثقافية والأيديولوجية، هذا النموذج عموما قد بنى بنا على مستوى المجتمع، وهو بنا متناغمة مع نموذجه هو. والغريب في الأمر على أن هذه البنى لامست العمران والفلاحة والصناعة والتجارة والإدارة والثقافة، وربطت هذه البنى التي هي داخل الأوطان العربية ربطت بالبنى الرأسمالية الأم في أوروبا. إذن هنا العقل العربي لم يكن كما كان في البداية، كان نوع من الكمون، ولكن هذا التجزيء وهذه الهيمنة فرضت عليه رأسا على أن يتوجه نحو القيم التي أنشأت هذا المشروع الغربي. بمعنى هناك قيم بشر بها هذا النموذج من حرية سياسية وإنشاء لدولة الحريات وتنزيل المساواة واقعا، فضلا عن سريان العقل في جل مؤسسات الدولة. بمعنى وكأن العقل العربي ها هنا بدأت تشرئب أعناقه نحو تلك المنظومة القيمية المؤسسة للنهوض الغربي، مع انزياح تام نحو نزعته الاستعمارية. حينما دقق بعض المفكرين العرب في تلك القيم، رجعوا إلى القيم المبتوتة في فلسفة التعاقد، في فلسفة الأنوار عموما، ولاحظوا بأن العطاءات الرشدية التي هي من نتاج ابن رشد لا سيما في الضروري في السياسة، وكيف أنها ستؤثر في أوروبا بأكملها، وصولا إلى باروخ سبينوزا. لاحظوا بأن العقل العربي بالفعل أنه قد أثر على المنظومة القيمية التي كانت سببا في نهوض أوروبا. إذا قلنا بأن رفاعة الطهطاوي على قيمته بأنه قد أبى إلا أن يكون هناك نوع من الكمون وعدم الاستناد على ما طرأ في الواقع العربي، هذه المسألة لا تستساغ من الناحية المنطقية نظري. لأن الحدث والتجزيء والاستعمار
وهذه القيم لا بد للإنسان من أن يواجهها، بمعنى أن العقل العربي تحرك وفقا لهذا القادم الجديد، وهذا القادم لا بد من أن ينظر إليه بمنظور قيمي وبمنظور استعماري، بمعنى أن المنظور القيمي لا بد من أن نسعى لتفكيكه وأن نسعى كذلك لنحته عموديا لمعرفة خفايا القيم التي كانت سببا في نهوضه. نعم. وكذلك بالنسبة للشأن الاستعماري لا بد من أن ينظر إليه نظرة حدية، نظرة متجاوزة. طيب. بمعنى أن الفكرة العربية يستحيل أن نقول بأنه لم يتحرك نهائيا وأنه أنه لا بد من أن يكون ميالا نحو الكمون ونحو الرجوع إلى التراث إلى غير ذلك، بدون أن تكون هناك نوع من الخلخلة في بنية العقل العربي مع طيب. مع مع هذه الخلخلة دكتور رضوان. وبالفعل على المستوى الواقعي هناك مفكرون عرب حينما لاحظوا بأن هناك منظومة قيمية حركت هؤلاء، في معنى أنه طيب دكتور رضوان تسمعني، هذه الخلخلة التي تحدثت عنها التي كانت ضرورية لبنية العقل العربي، يعني ربما تكون متصلة بطبيعة الأسئلة التي شغلت الذهنية العربية. وهنا أسأل أستاذ غسان علي عثمان من الخرطوم، ما طبيعة الأسئلة التي شغلت الذهنية العربية المعاصرة وحاول المفكرون العرب وتحديدا في مرحلة ما بعد منتصف القرن الثامن عشر، وهي المرحلة التي وطأت أكناف ما يمكن إذا صح التعبير عصر التدوين الجديد في المنطقة العربية، ما هي الأسئلة التي شغلت الذهنية العربية وحاول المفكرون العرب في مرحلة ما بعد منتصف القرن الثامن عشر الإجابة عنها؟ شكرا أستاذ جهاد، والتحية أيضا لضيفيك الكريمين. أنا أعتقد السؤال الرئيسي الذي شغل المفكرين العرب أو المشتغلين بقضية النهضة كان هو سؤال التخلف. يعني ببساطة كان هناك تحديا حضاريا لقوة استعمارية، وليست قوة استعمارية عسكرية فقط، وإنما هناك عقل أوروبي بالكامل تحدى هذا العقل العربي. وأنا أميل لاستخدام تعبير العقل العربي دونا من استخدام الفكر العربي لتباين المعنى ما بين الفكر الذي يشير إلى محتوى ما يمكن أن يختلف هنا وهناك، وبين العقل اللي هو الأداة التي تحاول أن تتعامل مع مشكلة. وإن كان موضوعنا عن الفكر لا عن العقل في هذه الحلقة. لعل السؤال الرئيس الذي كان هو شغله الشاغل في القرن التاسع عشر على الأقل، يعني لماذا تأخرنا وتقدم الغرب؟ وهنا كان هذا السؤال يرتبط ارتباطا عضويا بمسألة التراث. كان هناك تراثا مهيمنا للحظات ذهبية عاشها العرب في الأندلس على الأقل، يعني أو ما قبل الأندلس يمكن أن نشير، يعني فكان هذه المقارنة التي عقدها العقل العربي بينما آلت إليه الأوضاع، هو يحمل ذهن مركب على معنى تراثي قديم قال له بأنك في لحظة ما كنت تتسيد هذا العالم على مستويات عديدة، وفجأة كما يقول ابن خلدون، ولعل عبارة يعني شديدة التلخيص في المقدمة في ختام المقدمة، يقول ابن خلدون: وكأنما نادى لسان الكون بالخمول فبادر بالإجابة، أي أن هناك سقوطا حضاريا بالكامل جرى للثقافة العربية أو جرى للعقل العربي، جعل هذا الوافد الجديد، هذا المستعمر الجديد لا يطرح تحديا حضاريا عسكريا فقط، وإنما يطرح تحديا أبستمولوجيا، تحديا معرفيا. جاءت هذه الطبائع المسلحة لا تحمل البندقية فقط، ولكن تحمل الآلة، تحمل تصورا خاصا للتخطيط الاجتماعي، تحمل معنى مغايرا لمفهوم الإنسان، تحمل كذلك وعيا مختلفا تماما عن مفهوم الحرية الذي كان يعتقد العرب في ثنائيته بين الحرية والعبودية. لذلك سؤال التخلف تحت ضغط هذا التراث كان هو السؤال المركزي الذي طرحه العقل العربي على نفسه. هذا مستوى. مستوى آخر ذكرته قبل قليل ضيفك الكريم في الاستوديو حول الطهطاوي. أنا أعتقد أن جملة المتغربين يمكن أن نضع على رأسه الطهطاوي. الطهطاوي لم يكن مفكرا بهذا المعنى الذي يعقد فيه مقاربات أو يحاول أن يعني يقوم بعملية بريدجما بين الثقافة العربية التي يحملها وبين الذي ذهب ليراه في فرنسا في باريس، وإنما كان أيضا متأثرا تحت ضغط هذا السؤال، وهو سؤال عبر عنه محمد عبده بشكل أكثر براعة حينما قال: وجدت لأجد مسلمين ولا أجد إسلام، وعدت لأجد مسلمين ولا أجد أو أجد إسلام ولا أجد مسلمين. ببساطة كان سؤال التخلف، سؤال التأخر الحضاري هو محور عقدة العقل العربي حينما واجه هذا الاستعمار في مدخل
قرنه التاسع عشر. ولعله أنت سألت في بداية الحلقة أستاذ جهاد عن الزمانية التزمين، أنا في تقديري أننا يمكن أن نطرح زمانين. الزمان الأول هو هذا الزمان المتعلق بالحملة الفرنسية ومتعلق باستقرار الاستعمار بالثقافة العربية والعقل العربي، وزمان آخر جديد كان متلخصا في 67. إذا راجعت كثير من كتابات الجابري وكتابات الإحبابي وكتابات طه عبد الرحمن وكتابات طيب تزيني وعلي حرب وكل هذه الأسماء، ستجد أننا يمكن أن نضع محطتين لسؤال التخلف. المحطة الأولى كانت مع دخول الاستعمار، والمحطة الثانية كانت ابنة الهزيمة، هزيمة 67. ولكن في المحطتين كان السؤال هو سؤال التخلف، ما هذا الذي يجري؟ طيب. كيف يمكن أن نستعيد اللحظات الذهبية التي عاشها العقل العربي؟ كيف يمكن أن نبلور مجهودا مقاوماتيا تجاه هذا الوافد الجديد الذي يسيطر كما قلت ليس فقط بالآلة، إنما أيضا يسيطر بمعنى من معاني أنه يأتي بنموذج حضاري جديد يريد أن يفرض في الاجتماع وفي السياسة وفي الاقتصاد وكذلك في الدين ما يسمى قضية الإصلاح الديني. لذلك إجابة عن سؤال، كان ضغط سؤال التخلف هو الذي حرك المفكر العربي وحاول أن يجد مثابات أو مسارات يدخل من خلالها يجيب عن سؤال لماذا تأخرنا وتقدم الغرب. طيب أعود إلى الاستوديو مرة أخرى أستاذ محمد، يعني أنت لا توافق على أن هناك فكرا عربيا كما لو أنك يعني تنزع الفكر العربية من هويته، بمعنى أنه ليس هناك فكر عربي يصب في نقطة مشتركة، ليس هناك لون ولا طعم ولا رائحة للإنتاج الفكري العربي، هل استنتاجي صحيح؟ يعني بعضه صحيح. قصدت القول إنه هاتين المئتي سنة الماضيتان التي يعني اللي هي فترة الاحتلال، فترة الضعف، فترة تأثرنا بالغرب حين كان هناك الغرب القوي الغالب والذي يفرض علينا ثقافته، يفرض ثقافته بمعنى أنه قوي فهو ترنو إليه الأنظار تستلهمه، ويفرض ثقافته في مرحلة الاحتلال بأدواته الخشنة في أنه ينشئ المدارس الموازية للتعليم الديني، ينشئ الجامعات له، الصحف ووسائل الإعلام، وكل هذه المساحات أخذت من المساحات الأصلية التي كانت تنتشر فيها ثقافتنا الإسلامية. فلذلك هنا نجد أنفسنا أمام عدد من التجارب، يعني نحن عندنا في مصر تعرضنا لهذا الغزو الغربي منذ أواخر القرن الثامن عشر، لكن سنجد إنه القرن التاسع عشر بدأ هذا الاحتلال يتمثل في أطراف الجزيرة العربية، في الجزائر، في على آخره حصل في السودان، ثم بعد ذلك في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى تقريبا كان كل عالمنا. فلذلك كانت كل منطقة لديها تجربتها الخاصة التي تجعلها أقرب إلى المحتل. يعني الإنجليز عندنا بخلاف الإنجليز عندنا في العراق، في الشام، في الجزيرة العربية، بخلاف الفكر الذي نشره الفرنسيون مثلا، بخلاف ما تأثرت به الدولة العثمانية التي لم تعاني من الاحتلال المباشر وإنما عانت من استلهام الشباب والجيل الجديد للأفكار القومية الغربية، وكان لهم تأثر خاص بالألمان فوق ذلك. فهنا لا نجد أنفسنا أمام تجربة واحدة تنضج أو تنتج عقلا، يمكن يعني عقلا واحدا أو فكرا واحدا يمكن أن يتطور وينضج. ما نزال حتى هذه اللحظة نجد أمامنا عدد من التيارات وعدد من التجارب، وهذا طبيعي حتى في الغرب تجد لا هذا لا, لا 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 يعني في الغرب هناك تشكلات طبيعية على الأقل، لكن نحن عندنا كانت يد الغالب تفرض نفسها. لكن حتى نحن هنا في عالمنا العربي تجد مثلا الاتهام بالتغريب شائع بين المتغربين أنفسهم، يعني أنت تجد مثلا علي حرب ينتقد محمد أركون ويقول إنه محمد أركون لا يفعل شيئا إلا أن يحسن لنا الحداثة ويجلد لنا الذات لكن لا يقدم لنا بديلا، مع أن علي حرب ومحمد أركون الاثنين يحسبوا من وجهة نظر الإسلامي بأنهم متغربين. تجد مثلا حسن حنفي ينتقد هشام جعيط، حسن حنفي مصري هشام جعيط تونسي، بأنه ذائب في التغريب وذائب في الغرب وينتج، رغم أنه حسن حنفي نفسه بالنسبة لعموم الحالة الإسلامية هو أيضا متأثر بالغرب ومعرفته بالغرب أقوى. فإذا هنا سنجد أنفسنا على قدر من التشظي والتمزق الذي يعني لا يمكن معه أن
تقيم هذا الإنتاج باعتباره اتجاها واحدا. أنا أحكي لك الآن عن الانقسام داخل المعسكر المتأثر بالغرب فضلا عن المعسكر الذي يرى أن كل هؤلاء متغربين، المعسكر الإسلامي أو حتى المعسكر القومي. يعني حتى بين المتغربين تشعر أن الانتماء للغرب أو التغرب هو تهمة بحد ذاتها. نعم هي تهمة، لأنه طبعا أنت دائما تحتاج أن تقول يعني تحتاج أن تضع نفسك في مربع الأصيل وفي مربع من لم يكن منهزما أمام الثقافة الغربية. نعم. لكن حقيقة هذه الدعوة في نفسها مجال آخر. أنا هنا أستدل بهذا في سياق القول بأن ما أنتجه عالمنا العربي في هذين القرنين الماضيين يصعب أن ينسجم داخل دائرة واحدة يقال عنها فكر عربي ونرصد ملامح تطوره ونضوجه. لا بد أن يعني نستحضر العامل الزماني والمكاني وكذلك نستحضر الاتجاه الفكري. طيب لو أذنت لي أن أعود مرة أخرى إلى الدار البيضاء، وفي هذا السياق يعني أطلب من ضيوفي الكرام الاختصار ما أمكن في الإجابة لأن لدي الكثير من المواضيع والقليلة من الوقت. دكتور رضوان، الاستشراق، حديثنا في هذه الحلقة عن الاستشراق، وأنت تعرف أن المستشرقين الألمانيين والإسبان والطليان والفرنسيين والهولنديين وغيرهم يعني وفدوا إلى بلاد العرب وأقاموا دراسات عميقة في مسائل الدين، في مسائل الشريعة، العقيدة، التصوف، الفلسفة. إلى أي مدى يمكن القول إن الفكر العربي بصيغته الراهنة ما وصل إليه اليوم هو يرتبط بعلاقة ما مع الاستشراق؟ طيب دعني أتحول أحيل السؤال نفسه إلى الأستاذ غسان. أستاذ غسان، السؤال نفسه أحيله إليك، إلى أي مدى ترى أن هناك علاقة ما بين الاستشراق وبين ما وصل إليه الفكر العربي المعاصر الآن؟ نعم، يعني الاستشراق وأنتم ذكرتم في المقدمة أنه ليس كله شر. أنا أعتقد أننا مدينون إلى درجة كبيرة إلى عدد من المستشرقين ربطونا بهذا التراث. أنا لا أعتقد أننا كان بإمكاننا أن نضع أيدينا على العربي مثلا دون أسيون بلاثيوس، وكان من الصعوبة أن نتعرف على الحلاج مثلا دون أن نقف عند لوي ماسينون، وكانت ثم صعوبة أن نعرف ابن رشد بشكل دقيق لولا التيار الرشدي اللاتيني لتوماس الإكويني. لذلك هناك ببساطة يمكن القول أن هناك أيادي بيضاء لهذا الذي نسميه استشراق على الثقافة العربية، على العقل العربي، على تراثنا العربي الإسلامي. والأسماء كثيرة يمكن أن نقد عندها، بروكلمان، جودز هير، وعدد كبير جدا جدا من الأسماء. لكن بالإشارة إلى سؤالك أستاذ جهاد، الاستشراق يمكن بالعودة إلى إدوارد سعيد أننا أمام معنيين الاستشراق. هناك استشراق استعماري بمعنى أنه لم يكن حفيا بأن يعيد بناء المفهومات الثقافية لهذه الشعوب التي يريد أن يداخلها ويفهم طبيعتها ويحدد هوياتها. هناك استشراق بطبيعته معرفي. الاستشراق المعرفي الذي مدنا بكثير من معارفنا حول تراثنا العربي الإسلامي تمثلاته على مستويات عديدة. أنا حينما أشير مثلا إلى شخص مثلا كعبد الرحمن بدوي، أنا أعتقد أنه بدوي في إرثه الفلسفي الكبير الذي قدمه للثقافة العربية هو مدين إلى الاستشراق بشكل كبير، وهو نفسه ابن لحظات مجيدة في الاستشراق كاللحظات الوجودية عند هوسل وغير هوسل، يعني امتدادا حتى سارتر وأبير كامو. أليس ينضم إلى عبد الرحمن بدوي إدوارد سعيد وعبد الله العروي وغيرهم من هذا الرعيل؟ كان إدوارد سعيد شديد الحساسية والمعرفة حينما كان يقول في كتابه الاستشراق أن بعض المستشرقين كانوا يتعاملون مع الثقافة العربية والوعي العربي باعتباره بازار. تعبير بازار أنه مكمن الغرائب وهو أيضا محط الغرائز، وبالتالي حينما يشاهد راقصة في واحدة من الأحياء الفقيرة في مصر في لحظات الاستعمار الحملة الفرنسية كان مشغولا بهذه المهنة التي تمتهنها النساء في تلك اللحظة يعني وكذا. سعيد بعيد، سعيد حساسيته عالية تجاه هذا المعنى. لكن العروي مثل محمد عابد الجابري، هؤلاء ليسوا مستشرقين بمعنى أنهم راحوا ليأتوا بنتائج الاستشراق. يعني هذان المفكران الاثنان القضية الرئيسية أنهم كانوا أكثر إخلاصا للمناهج الاستشراقية أي المناهج الغربية، وبالتالي
تكمن فرادة الجابري مثلا وفرادة أركون أيضا، لأنه قبل قليل تمت الإشارة إليه. إذا كان بيير بورديو مثلا كان رمزا معرفيا ضخما في إنجاز أو في إنتاج أركون، فأركون لم يستفد من نتائج بيير بورديو بقدر ما أراد أن يوظف المناهج التي استخدمها بيير بورديو. كذلك الجابري سيد العزيز حينما كان يفكر في كتابه أو حينما كتب كتابه العقل السياسي العربي، كان بالنسبة إليه ريجيز دوبري في موضوع اللاشعور السياسي ليست نتائج ريجيز دوبري في اللاشعور السياسي، لأن دوبري كان يقول بأنه يبحث عن الديني في السياسي في الوقت الذي قلب فيه الجابري النظرية أنه أراد أن يبحث عن السياسي في الديني. ولذلك حينما أعاد تطويق معرفتنا بالفتنة الكبرى وحينما أراد أن يعرفنا أكثر على نتيجات على نتائج العقل السياسي العربي، كان الجابري بحساسية عالية يستخدم مناهج هذا الذي نسميه استشراق استخداما أبستمولوجيا، ليس استخداما باشلريا نسبة إلى غاستون باشلر بأنه يتخلص من المعارف الأولية ويعود ليقدم نتائج جديدة عند نزولا عند نتائج الاستشراق. فلذلك أنا أقول أننا لابد أن نميز بين المفكرين العرب الذين استخدموا المناهج بشكل سمح لهم أن يصلوا وأن يتصلوا بنتائج أصيلة في تراثهم العربي الإسلامي، وبين آخرين كانوا بين قوسين أو بين معقوفتين ببغاوات كانوا يرددون ما كان يردده الاستشراق في لحظاته المديدة. أزال في الحديث بقية ولكن تأتيكم بعد فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الفكر العربي المعاصر والاستشراق. دكتور أستاذ محمد، يعني في مرحلة ما بعد منتصف القرن التاسع عشر نهض فريق من المفكرين العرب وعلى رأسهم ربما محمد عبده وتلامذته من بعده لكي يقدموا الحضارة الغربية على طبق من ذهب ويحببوا العرب والمسلمين فيها، لكن من دون أن يمس الإسلام مع قاعدة احترام الإسلام وتقديره. في مرحلة متأخرة نسبيا جاء نصارى الشام الشدياق والبستاني وزيدان لكي يمرروا قيم العلمانية، و في النهاية صار عند العرب محتوى فكري يعظم من العلم في مواجهة الشريعة ويربط العرب كلهم برابط قومي ووطني في مقابل الدين. هذه السيرورة التي حكمت الفكر العربي المعاصر، بما تعلق على هذا الكلام؟ هذه السيرورة نقول إنها حكمت الفكر العربي المعاصر لو أننا نتحدث عن النخبة المصنوعة حول الاحتلال أو حول السلطة فقط، وهي شريحة ضيقة. صحيح أنها امتلكت الجرائد، جيد، هذا ما ينبغي أن ندخل إليه الآن. الإشكال نحن لم يكن لدينا أظن باعتراف الجميع تطورا طبيعيا، وإنما التطور الذي جرى في العالم الإسلامي وفي العالم العربي حيث نحن نتكلم الآن على العالم العربي تحديدا هو تطور جرى تحت احتلال، والتطور الذي جرى تحت الاحتلال إما احتلال مباشر أو احتلال غير مباشر. يعني من دولة محمد علي التي نشأت كانت دولة الأجانب، والأجانب كانوا يمثلون أغلب بلاطها، ثم حصل احتلال مباشر، ثم كذلك حكومات ما بعد الاستعمار هي حكومات جرت على ما تركه الاستعمار من إرث. الآن حين يعني أدخل إلى الأمثلة التي ذكرتها، كان العقاد رحمه الله كان يسمي العصر الذي هو فيه بعصر بابل، لأنه عصر تبلبل الألسنة، عصر اختلاف الأفكار، الأفكار كثيرة، ولكن في تقديري أنه هذه الأفكار يمكن أن تميز بالمصالح السياسية، وهذا يعني هذا المنظور السياسي يميزها أكثر من كونها منظورا فكريا، لأن الإنجليز حين احتلوا القاهرة جعلوا القاهرة منبرا لمقاومة الجامعة الإسلامية، وهرب إليها نصارى الشام الذين
كانوا ضمن سياسة الاحتلال في تمكين الأقليات صاروا ملتصقين بالسلطة، فكان لهم الجرائد، يعني الجرائد التي أنشئت في مصر أصدرها نصارى الشام. هم حين كانوا يهاجمون الجامعة الإسلامية ويعني يبذرون فكرة القومية العربية، لم تكن هذه تطورات طبيعية، وإنما كانت هذه مصالح نصارى الشام في الانفصال بالشام عن جسد الخلافة العثمانية، ويمكن أن تكون القومية العربية مدخلا لرفعها لكي لا يكون السجال سجالا دينيا بين نصارى وبين خلافة إسلامية. وأتذكر مما ذكره العقاد في مذكراته أنه دخل يوما، هو يقول يعني دخلت يوما وكان هناك عدد من رؤساء الجرائد مجتمعين في الغرفة، فكان يقول يعني أحد الداخلين كان يقول قادر يا رب أن تسقط هذا السقف فيرتاح عبد الحميد، لأنه القاهرة كانت هي قلب المقاومة العلمانية، أو يعني قلب الفكرة العلمانية المقاومة للنظام الإسلامي، التمرد العلماني إذا ما صح التعبير عليه. نعم، ولذلك ستجد أن كل المعارك التي أثارها العلمانيون بدأت في القاهرة، يعني معركة الخلافة علي عبد الرازق والإسلام وأصول الحكم، معركة المرأة قاسم أمين وتحرير المرأة، معركة العلم، الجرائد التي انتشرت في مصر. نعم. معذرة أستاذ محمد، لماذا سألتك عن هذه القضية؟ لأنه ربما في البداية أسس هذا الفكر نصارى الشام، وجاءت المقتطف والهلال إلى بغداد ورفضت في البداية، ثم بعد ما لبثت أن لقيت حضورا. الخلاصة أن هذه الأفكار التي طرحها نصارى الشام تأثرا بالاستشراق وجدت لها صدى، بحيث أنه الآن هذه هي التي تحكم أفكار وعقول ولا وعي العرب اليوم، الذين يجمعهم مثلا روابط بخلاف الروابط التي كانت تجمعهم في عصر الدولة العثمانية. إذا تريد أن تعلق بدقيقة من فضلك، لأنه أدرك يعني هو حصل هذا في سياق أوسع، لأن الاحتلال حين كان موجودا أنشأ المدارس وأنشأ الجامعة. ومثلا نحن عندنا في مصر نموذج جورجي زيدان، هذا رجل مسيحي من نصارى الشام، كان أول من درس التاريخ الإسلامي في جامعة القاهرة. هنا لأول مرة يكون مسيحي يدرس التاريخ الإسلامي. هل كان جورج زيدان مفكر كأي مفكر؟ لا، كان رجلا مفكرا يصنع العقول في الجامعة، ولديه مجلة الهلال التي تصدر بشكل دوري، ومعها تصدر هدية مجانية هي كتبه، سلسلة روايات تاريخ الإسلام التي يكتبها هو. وبالتالي فهو لم يكن مجرد مفكر، إنما كان مفكرا مسنودا بقوة الاحتلال في التعليم وفي الإعلام، فكان طبيعيا أن ينتشر فكره بين الناس أكثر مما ينتشر فكر غيره من محمد الخضري مثلا، أو حتى مصطفى صادق الرفعي. يعني هنا يكتب هذا تاريخ أدب العرب، يكتب هذا تاريخ أدب العرب، من الذي سينتشر أكثر؟ نعم. طيب، صار جاهزا الدكتور رضوان، ونعتذر من المشاهدين الكرام على هذا الخلل الذي هو من المصدر بطبيعة الحال. دكتور رضوان يبدو أنه قطع مرة أخرى. طيب أستاذ غسان، كيف يمكن الوصول إلى فكر عربي مستقل أو يمتلك حدا معقولا من الحصانة ضد رياح الحداثة والاستشراقية العاتية؟ هذا سؤال مهم طبعا. الواضح بالنسبة لي أن الحقل الرئيسي الذي يشتغل عليه المثقفين والمفكرين العرب للإجابة على سؤال التخلف أو للدخول إلى معنى النهضة يتعلق بالتراث. ولعل أستاذنا الجابري كان دقيقا حينما أشار بأننا نريد أن نتعامل مع هذا التراث بسبب أننا نعيش فيه ويعيش فينا، واشترط لهذا الأمر شرطين، الشرط الأول الموضوعية والشرط الثاني العقلانية. كان الجابري يقول أننا بالموضوعية نستطيع أن نتعامل مع هذا التراث وفق الأفق والزمن الثقافي الذي نشأ فيه، وبالتالي نتمكن عبر أداة العقلانية أن نمرر من هذا التراث ما ينفعنا الآن وما يمكن أن يكون رافعة من روافع النهضة التي نتمناها. مسألة الحصانة من الاستشراق، أنا في بداية حديثي كنت أشرت أنني أصنع تمايزا ما بين العقل وبين الفكر. أنا أعتقد أنه حينما نتحدث عن عقل عربي، هذا يعني أن نتحدث عن عقل مكون وعقل مكون حسب قاموس لالان. حتى أنا أستخدم قاموس لالان يعني لأنه قاموس عقلاني مرجع يمكن الدخول الاستخدام والتعامل معه. الحصانة تأتي من شرط الموضوعية والعقلانية كما أشار أستاذ الجانب، والحصانة من هذا الاستشراق أننا لا نتعامل مع الفكر، نحن نتعامل مع العقل. لأننا سيد العزيز حينما نقول العقل العربي
أنا نحن نقصد الأداة أو الجهاز، لأن العقل ليس نظاما، بمعنى أنه ليس سيستماتيك، يعني هو ليس نظاما يعني جاهزا نستلفه لنعبئ بمنتجات قادمة من الخارج، وبالتالي نحاول أن نسوق هذه المنتجات. العقل هنا هو بشكل أو بآخر يعني بخلاف أنه أداة للمعرفة، هو أيضا أكتيفيتي، هو فاعلية. إذا استطعنا أن ننشط الفاعلية العقلية تلك التي ترتبط بالتراث ارتباطا إيمانيا وارتباطا مفاهيميا، وبالتالي ارتباطا عقلانيا، نستطيع أن نحصن هذا الفكر المنتج بوسط العقل العربي من رياح التغريب التي فيه. حينما نرجع إلى النصف الثاني من الثلاثينات لنجد طه حسين يقول بأنه في كتابه مستقبل الثقافة في مصر أنه لا إمكانية للنجاة إن لم تكن مصر جزءا من محيط البحر المتوسط، من البحر الأبيض المتوسط. هذه دعوة للنسف الهوية العربية في الوقت الذي نحن أمام دعوات أخرى، لأنها وقعت في فخ ما يمكن تسميته بالفكر الغربي، لكن حساسية المفكرين في المغرب العربي التي سمحت لهم بأن يضعوا هذا التمايز لموضوعة العقل تنجينا نحن، وتسمح لنا بأن لا نقع رهائن هذا الفكر، بأن نستخدم هذا العقل كأداة لتحسين عمليات الوعي باستمرار، وبالتالي ما ينتج عن هذه الأداة سيكون بشكل أو بآخر أكثر استقلالا عن المنهج الغربي، وأكثر وأيضا أكثر استقطابا لوعينا الكامل في تراثنا العربي الإسلامي. جميل. ما أهمية أستاذ محمد في الاستوديو، ما أهمية أن يكون للعربي فكر حيوي حركي يجيب عن أسئلتهم الوجودية والمستقبلية؟ هذا السؤال تكمن فيه بذور الاختلاف. يعني إذا دخلنا في تفاعل بسيط مع ضيفكم غسان من السودان، أستاذ غسان من السودان، الإشكال عندي أبعد مما يقول. يعني نعم، هناك استشراق معرفي وهناك استشراق استعماري، وهناك نتائج استشراق وهناك مناهج استشراقية، وهناك من تأثر في ديارنا بالنتائج والأفكار الاستشراقية، وهناك من أراد أن يوظف المناهج الاستشراقية في استخراج يعني الحلول المعاصرة. لكن لا تفوت سؤالي، أنا أذهب إلى سؤالك الآن سريع. نعم، المشكلة هنا أننا، أنت تسأل عن العرب يكون لهم فكر حركي، أهمية هذا الأمر. أيوة نعم، نقطة الخلاف هنا هو هل تراثنا هذا عبء نحمله فوق ظهورنا، ونحن إذن لدينا واجب أن ندخل إليه فننتقي منه ونرفض ونقبل ونمارس عملية المعالجة، أم أن تراثنا هذا هو الأصل الذي نستند إليه ثم نأخذ من الغربيين من مناهجهم وأفكارهم ونتائجهم ما قد يناسبنا؟ يعني القصد هنا هو ما هو الأصل؟ الأصل هو أن نتحرك في هذا الواقع باعتبار أننا نعيد تفعيل أنفسنا، وفي هذا التفعيل نأخذ من الغرب ما نرى أنه مفيد لنا، أم أننا نجعل هذا الواقع المهيمن عليه الغرب هو الأصل ثم ننظر إلى تراثنا فنأخذ منه ما يناسبنا؟ هذا افتراق جوهري، وإن كان الذين يعبرون عنه لا يعبرون، يعني يتفاوتون في التعبير عنه بهذه الصراحة أو باستخدام عبارات أكثر دبلوماسية وأكثر رشاقة. في تقديري أن هذا التيار الذي كان ينظر دائما إلى التراث باعتباره عبئا يجب أن نتخلص منه، أو على الأقل بازار بتعبير إدوارد سعيد يجب أن ننتقي منه، هذا عندي هو الانحراف. نعم، الأصل أننا نرى أن هذا العالم الذي نحن فيه هو الآن في وضعية منحرفة تناقض هويتنا وقيمنا وتراثنا، وبالتالي فالواجب علينا أن نستأنف دورنا الرسالي لكي نشير إلى هذه العيوب الموجودة الآن في الواقع الحالي. أبني على كلامك الأخير لأعود مرة أخرى، وأرجو أن تكون هذه المرة الأمور على ما يرام، مع دكتور رضوان في الدار البيضاء. يجب على العرب كما يقول أستاذ محمد الآن أن يستأنفوا دورهم الرسالي والحضري في عالم يعج بالصراعات ويسيطر عليه الهوية التي تتصادم مع قيم العرب. سؤالي هو، هل
يملك العرب وفق الشروط والظروف السياسية والمعرفية التي تحل عليهم اليوم، هل يملكون القدرة على ابتكار الأفكار المستقلة التي تعينهم على أداء دورهم الرسالي؟ نعم، السؤال موجه إلي لك دكتور. نعم، وللأسف بقي دقيقتان معنا، تفضل. بالنسبة للعقل العربي في حالة ما إذا طيب، أرجو أعتذر مرة أخرى وأخيرة للضيوف الكرام. نختم مع الأستاذ غسان، السؤال نفسه بدقيقة ونصف من فضلك، يعني هل يمتلك العرب القدرة على إنتاج الأفكار الابتكارية التي تراعي خصوصيتهم؟ إن استطاعوا التخلص من هذا الانكسار، إن استطاعوا التخلص من فكرة الهيمنة الثقافية التي نعتقد بأن المناهج الغربية هي الوحيدة القادرة على أن تصنع لنا محتوى للفكر العربي، إذا استطاعوا مبدأ أن يحسنوا علاقتهم مع التراث، إذا استطاعوا أن يجعلوا من هذا التراث ليس حملا إضافيا أو عبئا ثقيلا عليهم، إنما هو حوار الذات مع الذات، حوار الهوية مع الهوية، إن استطاعوا أن يتخلصوا من مثل هذه الأعباء، في تقديري أن الفكر العربي، وأنا من المتفائلين بقدرته على الإجابة عن أسئلة شديدة الحساسية تخص موضوعة التخلف وموضوعة التراجع الحضاري الذي نعيش، وبالتالي إن استطاعوا أن يتخلصوا من مثل هذه العقبات يمكن أن يكون للفكر العربي دورا إيجابيا فعالا في ناحية استنهاض ورسم مستقبل أفضل مما نحن فيه الآن. أشكرك. بنصف دقيقة، هل تريد أن تقول شيئا؟ ليس في ذهني شيء إلا قوله إمكانية أن يبتكر العرب الأفكار بشكل مستقل، لأن هذا هو السؤال المطروح الآن متعلق بالهوية. لا يمكن أن ننهض إلا إذا آمنا بأننا القادرون على أن نقدم للعالم شيئا جديدا. يعني من العبارات اللطيفة قرأتها في كتاب اسمه انتحار الغرب لريتشارد كوك وكريس سميث، كان يقول كل الذين صنعوا الحضارة كانوا يتصورون في أنفسهم أنهم الذين يقدمون النور إلى العالم. نحن بلا ثقة وإيمان بأننا نقدم للعالم ما يحتاجه لا يمكن أصلا أن ننهض، وإلا فلنلتحق أصلا بالغرب. يعني من كان منا مؤمنا بأن الغرب متفوق وهو قادر على أن يمد يده لنهضتنا، فنحن الآن نلتحق به ولا يمكن أن نمثل ندا له. ما زال في الحديث بقية، ولكن استجابة لنداءات الوقت يعني أعتذر منك عن المتابعة. أدركنا الوقت مشاهدينا الكرام، أشكر في ختام هذه الحلقة ضيوفي الكرام، معي في الاستوديو الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، وشاركنا عبر سكايب من الدار البيضاء الدكتور رضوان رشدي الأستاذ الباحث في الجماليات والتصورات الفلسفية، وعبر سكايب من الخرطوم الأستاذ غسان علي عثمان الكاتب والباحث. شكرا لكم على طيب المتابعة، في حراسة الله.